حلقات عالم التكنولوجيا والاتصالات معكم كل أسبوع في تكنو نايل. أهلا بكم. في هذه الحلقة سنتحدث عن عدد من الموضوعات التكنولوجية قبل أن نتطرق إلى موضوعنا الرئيسي وهو مستقبل التحول الرقمي في مصر. أترككم أولا مع هذا التقرير الذي يرصد آخر أخبار عالم التكنولوجيا في أسبوع من إعداد الزميل أحمد صبيح. قال رئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إن اقتناء الشركة لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك في العام الماضي كان أغرب شيء عمل عليها. وطلب رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب من المنصة فصل نسختها الأمريكية عن الشركة الأم الصينية بايت دانس بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين. وبدأت مايكروسوفت في شهر أغسطس عام 2020 محادثات بشأن الاستحواذ المقترح، لكن الصفقة انهارت بحلول شهر سبتمبر، وانتهى مسعى ترامب لسحب الاستثمارات بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه في شهر يناير، ولم ينتهي الأمر بحدوث الاستحواذ المحتمل على تيك توك. وفي حديثه في مؤتمر كود في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، قال ناديلا إنه كان يتطلع إلى جلب خبرات مايكروسوفت في مجال الأمان وسلامة الأطفال والسحابة إلى تيك توك. قالت شركة فيسبوك إن منصة إنستغرام أوقفت مؤقتاً تطويراً ما يطلق عليه اسم إنستغرام كيدز، وهو إصدار من تطبيق مشاركة الصور يستهدف الأطفال دون سن 13 عاماً. وأوضحت أنها تواصل العمل على التجارب التي يشرف عليها الوالدان للمستخدمين الأصغر سناً. ويأتي إيقاف تطوير التطبيق مؤقتاً بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت سلسلة من التقارير السيئة عن فيسبوك الأسبوع الماضي. وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن هذه التقارير أخطأت في وصف دراسات الشركة، وانتقد عدد من المجموعات على نطاق واسع تطوير نسخة من منصة إنستغرام تستهدف المستخدمين الأصغر سناً. وردت فيسبوك على هذا النقد بالقول إن الشباب كانوا نشطين عبر الإنترنت وكان من الأفضل الإشراف على تجربتهم. طور باحثون مجموعة من الرقائق الدقيقة الطائرة الصغيرة، أصغرها بالكاد أكبر من حبة الرملة، مستوحاة من الطريقة التي تنثر بها الأشجار بذورها باستخدام أكثر من نسيم شديد. وتلتقط هذه الرقائق الدقيقة أو المجهرية رياح وتدور مثل المروحية نحو السطح. ويمكن تعبئة الطائرة الصغيرة التي صممها الباحثون بتقنية فائقة الصغر بما في ذلك أجهزة الاستشعار ومصادر الطاقة وهوائيات الاتصال اللاسلكي وحتى الذاكرة المدمجة لتخزين البيانات. ويقول أحد الباحثين إن الهدف من تطوير الطائرة الصغيرة هو إضافة رحلة مجنحة إلى الأنظمة الإلكترونية صغيرة الحجم، مع فكرة أن هذه القدرات ستسمح بتوزيع أجهزة إلكترونية عالية الأداء ومصغرة لاستشعار البيئة لمراقبة التلوث أو مراقبة السكان أو تتبع الأمراض. طور العلماء طريقة جديدة لقياس نشاط الدماغ تسمح باكتشاف مرض الزهايمر في مراحل تطوره المبكرة، ويستغرق الاختبار الجديد دقيقتين لقياس موجات دماغ الأشخاص استجابة لسلسلة من الصور الغامضة.
ويأملون أن يساعد هذا الاختبار في تقليل سن التشخيص بخمس سنوات، ويزود المشاركون الذين يتم اختبارهم بغطاء تخطيط كهربية الدماغ لتسجيل نشاط الدماغ عند عرض سلسلة من الصور للأشياء اليومية على شاشة الكمبيوتر، ثم يشاهدون مجموعة من الصور المختلفة تتخللها بشكل دوري إحدى الصور التي رأوها في البداية، ويتم عرض الصور على الشاشة بمعدل 3 صور في الثانية. وتستغرق المهمة دقيقتين فقط، وتعتبر طريقة الاختبار مثالية للاستخدام مع الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية الذين لا يستطيعون اتباع تعليمات المهام المعقدة. كتبت مقطوعة موسيقية يمكن أن تقلل من حدة الصداع المؤلم وتساعدك على التخلص من معاناتك وفقا لصنعها، حيث تستخدم الأغنية عناصر آلية وأوركسترالية وصوتية لخلق إحساس بالعجب، وفقا لمؤسستها المشاركة دكتور كلير هولين من كلية دبلن الجامعية. وأوضح الفريق أنها اختبرت على 286 شخصا يعانون من آلام حادة نشطة بما في ذلك الصداع وآلام الظهر وآلام العضلات العامة، ومن خلال العمل مع الموسيقى أرادوا إنشاء شيء من شأنه أن يساعد الناس على الشعور بالتمكين حتى يتمكنوا من التخلص من آلامهم. ويقول الباحثون إن المقطوعة الموسيقية ساعدت في تقليل مشاعر شدة الألم وعدم الراحة، حيث تعمل من خلال الإلهاء عن الألم وإقناع الدماغ بإفراز جرعة من مادة الدوبامين الكيميائية السعيدة. أعلنت المفوضيات الأوروبية أنها تعمل على قانون لاستحداث كابلات شحن عالمي لكل الهواتف الجوالة والهواتف اللوحية وغيرها من الوسائل الإلكترونية، والغرض من الخطوة المنتظرة منذ فترة طويلة هو تجنب الهدر الإلكتروني الهائل الناتج عن اضطرار كل أسرة للحصول على العشرات من الكابلات. ودعا البرلمان الأوروبي المفوضية إلى إدخال تكنولوجيا شحن موحدة مطلع عام 2020، رغم أن المسألة كانت في محط أنظار المؤسسات الأوروبية منذ فترة طويلة. وفي عام 2004 وافق 14 من مصنعي الهواتف الجوالة ومن بينهم أبل على معيار موحد لوحدات توفير الطاقة في التزام طوعي جرى التوسط فيه في ظل ضغط من المفوضية، ومن حينها ينتظر المستهلكون دون جدوى من أجل قابس معياري. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونروح لأول موضوعاتنا في تكنونايل النهاردة، الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال. الحقيقة دي من أهم المقومات الأساسية لدعم الصناعة، لدعم منظومة التقدم في أي دولة. في مصر الحقيقة الدولة بتدعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال من خلال الشراكة بينها وبين القطاع الخاص عبر عدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، طبعا من أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما يتبعها من مؤسسات زي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أيضا وزارة التجارة والصناعة، لأنه أيضا هذه المقومات بتصب في النهاية في دعم النمو الاقتصادي المستدام. خلونا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال مع ضيفنا عبر زوم دكتور محمود جلال المبتكر المصري. دكتور محمود، يعني عايزين نتعرف الأول عن حضرتك وابتكاراتك، لو ليك أي إسهامات في مجال الابتكار في مصر قبل ما نتكلم عن مفهوم الابتكار بشكل عام. اولا انا سعيد يعني بلقاء حضرتك في الحلقه دي، وانا بالنسبه لي يعني كنت شرفت ان انا مثلت مصر في اكثر من معرض من معارض الاختراعات الدوليه الكبيره
كنت من ضمن وفد مصر سنة 2014 و15 و19 و20 في معارض اختراعات جنيف والشرق الأوسط، عشان ليا مجموعة من الاختراعات الحاصلة على براءة اختراع من اليابان، من الإمارات، من الصين، من مجلس التعاون الخليجي ومن مصر طبعا. والاختراعات دي الحمد لله بالمشاركات دي فزت فيها بالذهبية الوايبو اللي هي المنظمة العالمية اللي كان فكرها ذهبية الاختراع، وأكثر من ميدالية ذهبية مع مرتبة الشرف في معارض الاختراعات اللي هي الدولية في جنيف والشرق الأوسط، وأكثر من ميدالية فضية. وكنت حريص طبعا يعني من فكرة موضوع إن البني آدم يبقى مخترع، وإن إزاي إن هو يحصل على براءة اختراع، إزاي إن الواحد يتعمق في هذا الموضوع عشان يقدر يحول هذا الكلام لفلوس، يعني عشان تبقى فيها عائد للدولة. فطبعا ده اللي خلاني احتكيت الحمد لله، يعني خدت كورسات متقدمه في موضوع اداره الملكيه الفكريه وفي مفهوم الملكيه الفكريه نفسه وكيفيه صياغه براءات الاختراع وهكذا. وكان ليا مجموعه كبيره من المقالات ابتديتها من بدايه السنه دي بتتكلم عن رياده الدول في مؤشر الابتكار العالمي، وازاي الدول ترتقي في الابتكار وتحقق التنميه المستدامه. تمام. طيب، من خلال عملك في هذا المجال خلينا نتكلم عن الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر. شايف اهتمام الدولة بيهم إزاي؟ اهتمام القطاع الخاص، الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شايف مصر فين من مؤشر الابتكار العالمي؟ هو طبعا بدءا من سنة 2014 والحمد لله يعني الدولة داخلة بقوة في هذا الموضوع وابتدت تشتغل من أكثر من محور. المحور الأول اللي اشتغلت عليه الدولة نشر الثقافة العامة والمعرفة ودعم منظومة التعليم في مصر، من خلال إن هي أقامت بنك المعرفة المصري اللي هو يعتبر منصة إلكترونية للتعليم المفتوح، بحيث إن أنت تقدر تطلع على أكثر العلوم تقدما لجميع المراحل العمرية بدءا من عمر الأطفال لغاية الباحثين الكبار بدون اي تكاليف عليهم. فبالتالي بيساعد في منظومه نشر المعرفه والعلم وهكذا. ده كده مثلا ايه جزء من المحور ده. طبعا زائد برنامج جامعه الطفل ومدارس المتفوقين اللي هي الستم، فكل ده بيبتدي كده من النشر عشان خاطر يبتدي يعمل له نشر المعرفه وثقافه الابتكار ودعم البحث العلمي. نبتدي بعد كده نخش في الجزء الثاني ان هي في برامج بقى للباحثين، سواء دعم مشروعات التخرج، سواء ان هي دعم للطلبه المتفوقين ان هم ياخدوا منح دراسيه لاكمال دراستهم الجامعيه او الدراسات ما بعد الجامعيه في الماجستير والدكتوراه في العلوم اللي هي الحديثه، وازاي ان حتى بعد كده في برامج دعم لما بعد الدكتوراه للابحاث وكده للشباب الباحثين بالاخص، وازاي برضو ان في خلال هذه المراحل لو حد ظهرت عنده فكره عايز يرغب في ان هو يحولها شركه ناشئه، ازاي ان هو برضو في برامج كبرامج لحاضنات تكنولوجيه ازاي ان هي بتساعده ان هو ينشئ شركته ويتعلم ازاي ان هو يحول الفكره بتاعته لنموذج، والنموذج ده هو يقدر ان هو يعمله تسويق في الاسواق. وبيخش بعد كده في برامج مسرعات ازاي ان هي بتساعده ان يقدر يعمل يطور البروتوتايب بتاعه ويطلع منتج قابل ان هو يبيع في السوق ويعمل له يعني سكيل اب، يعني يزود الانتاج بتاعه. فازاي ان احنا بدءا من 2014 بنعمل مجموعه متكامله تاخدك كده من اول ان انا اعلمك يعني ايه علم، يعني ايه بحث علمي، يعني ايه ابتكار، وبعد كده ادعم الافكار بتاعتك وهكذا. وحتى زي ما انا قلت لحضرتك كده، يعني انا كنت شرفت ان 4 سنوات مع كل اختراعات حصلت على براءات اختراع بالنسبه لي كنت بلاقي دعم الدوله ان انا اشارك يعني في المعارض الدوليه بعرض مثل هذه الابتكارات يعني. فده اللي خلانا ان احنا الحمد لله ان احنا نرتقي في المؤشر العالمي بعد ما كنا وصلنا سنه 2013 للمرتبه ال 108 في المؤشر العالمي للابتكار، ان احنا لسه هو الاصدار بتاع 2021 لسه نازل الاسبوع الماضي، والحمد لله وصلنا للمرتبه ال 94، وطبعا بنسعى للمزيد للارتقاء يعني وسط العالم كله، زائد برضو ان احنا نلاقي المردود الحقيقي من ذلك بنهضه اقتصاديه شامله في البلد، لان هي لن تقوم الا على العلم بان احنا في عصر العلم. تمام. طيب، شايف من خلال
قيام الدولة بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، زي ما حضرتك ذكرت مردود ده إيه لدى الشباب وصغار السن؟ لأنه من المهم أن احنا نعرف يعني إلى أي مدى بتثمر جهود الدولة في نشر هذه الثقافة عن اهتمام الشباب بالفعل بريادة الأعمال واتجاههم في هذا المجال. هو طبعا دايما لما البني ادم بيلاقي متنفس لهذا، طبعا حضرتك عارف ان العقول المصريه عقول مبهره، وازاي ان هي قدرت ان هي يعني تتقلد اعلى المناصب في اكبر الدول في العالم تقدما، فازاي ان احنا نعمل مثل هذا النموذج لو حتى مصغر في مصر، ويبتدي الشباب يلاقي مثل هذا النموذج موجود حوالينه في زميله واخوه الاكبر وجاره وهكذا، ازاي ان هو لما سلك هذا الطريق ازاي ان هو قدر مثلا ان هو يحصل على جوائز عالميه، ينزل بمنتج في السوق، يبقى رائد اعمال، يتحول لشركه من الشركات الكبرى وهكذا، فيبتدي يلاقي ان فعلا في القدوه في هذا الموضوع، ازاي ان في غيري نجح في هذه القصه، فما تبقاش القصه كلها في الحاجات اللي هي بتجيب الربح السريع، لا ده والله ده احنا بالعلم اللي هو زي ما حضرتك شفت ازاي في عهد الكورونا، ازاي ان هو ده كان الحامي الوحيد للناس ضد التساقط والانهيار، فازاي ان هو ده النموذج اللي نقدر لما نعتمد عليه هو ده اللي هيطلع لنا النتيجه اللي احنا عايزينها. فيبقى واحده واحده كده، هو انا دعمت 10 من النابغين في مصر، بقيت ادعم 100، بقيت ادعم 1000، بيبتدي كل دول بينتهوا ان في مثلا 10 منهم 100 منهم بقى عندهم الشركات التكنولوجيه الناشئه بتاعتهم اللي بعد كده بتدر دخل للبلد، وبتبقى نموذج ناجح ان زي ما قلت لحضرتك كده ان الشباب تقتدي بيه. ولكن طبعا ده بيتطلب مننا زي ما حضرتك بتقول شويه القطاع الخاص، لان احنا يعني للاسف في مصر الموضوع ده الى حد ما مش موجود بقوه، يعني لازم القطاع الخاص يعرف ان هو ليه دور، وان الدور بتاعه ده هو هيبقى ليه عائد بعد كده. يعني انا دلوقتي لو انا عملت شراكه حقيقيه انا كقطاع خاص مع الجامعات، هقدر ان الابتكارات اللي بتطلعها الجامعات اقدر ان انا احولها لمنتجات قابله للتسويق والبيع في السوق. في نفس الوقت ان انا لما هلجا للجامعات والجا ليها بمعنى الكلمه بقوه، هتقدر ان هي تساعدني في ان هي تحل لي المشاكل في الصناعه، بدل ما انا مثلا اي مشكله هلجا للخبير الاجنبي والتكلفه بتبقى عاليه. طب وليه؟ طب ما احنا عندنا عقول بحثيه في مصر مخضرمه في هذا المجال، تقدر ان هي تحلل الموضوع وتحل لك مشاكلك وهكذا. وبرضه في نفس الوقت ان احنا ممكن نساعدهم في ان احنا نقدم لهم برامج من التحديث كبرامج حكوميه. يعني مثلا زي كده لما الرجل الاعمال لما يتبرع لبناء جامع او مستشفى او هكذا، ما هو انا لو مولت كرجل اعمال اعمال بحثيه في انتاج دواء او في وقايه من امراض وهكذا، هيحمي اصلا من الناس ان هي تحتاج سرير في مستشفى. فكل الكلام ده كله هيساعد ان انا اعدد مصادر اللي انا بمول بيها الابتكار والبحث العلمي بدون ما يكون عبء على الدوله، لان في الاخر هتبقى الدوله قدامها امكانياتها محدوده وفي طلبات اكثر الحاحا، يعني ازاي ان انا عايز اصرف على الصحه، عايز اصرف على التعليم، فهيبقى بالنسبه لها في وسط الضغوط دي موضوع الابتكار والبحث العلمي يعني اقل اهميه، لان هي مجبره لذلك. فلا طب وليه؟ ما هو انت نهضه الصناعه لن تقوم الا بالعلم. ليه؟ لان انت مثلا بتطلع منتجات في السوق، طب المنتجات دي انت عايز تطلع منها اجيال متطوره زي الدول الاجنبيه اللي انا بشوف حوالينا. لا ده انا عايز ان انا دائما ان انا اطلع المنتج الاحدث، المنتج اللي مش اللي بيوفي احتياجات المستهلك دلوقتي، لا ده بيوفي احتياجاته المستقبليه اللي ممكن لا يعلم عنها شيء. يعني ازاي ان انا اكتشف المجهول واشوف ان مستقبلا هيحتاجوا ايه، وابتدي اشتغل بحث علمي واوصل ان انا اطور منتجات تطلع لي مثل هذه الاجيال القادمه من المنتج الحالي. طيب حضرتك اتكلمت عن دور القطاع الخاص، وطبعا لا نستطيع ان احنا نغفله، لكن عايزين نتكلم عن دور المؤسسات التعليميه، لانه في الدول المتقدمه بيهتموا بنشر ثقافه الابتكار ورياده الاعمال منذ الصغر، يعني عند الاطفال في المدارس. ازاي ممكن ده يبقى موجود في مدارسنا، يبقى موجود في شكل مناهج تعليميه، في شكل تدريب، في شكل مسابقات وجوائز وتشجيع للاطفال على الابتكار وان هم يبقوا رواد اعمال في المستقبل؟ هو طبعا زي ما قلت لحضرتك في برنامج جامعه الطفل ده بياخد اللي هم الاطفال اللي من سن من 9 ل 10 سنين،
وازاي ان هم بيقدموا في بدايه الاجازه فتره الصيف يعني في الاجازه بتاعتهم، وبياخد الاطفال دول ويبتدي يقدمهم لاساتذه الجامعه في الجامعات الحكوميه المصريه والخاصه كمان، ويبتدي يعمل لهم برامج تدريبيه على مناهج علميه تتناسب مع عمرهم ويفتح لهم المعامل ويعلمهم، ويبتدي يشوف الطلبه النوابغ منهم اللي عندهم افكار يبتدي يعلمهم ازاي ان هو يشتغل على الفكره ويعمل منها نموذج. لا ده بالعكس، ده بيعمل ما بينهم مسابقات وفي الطالب اللي بيفوز المتميز وكده. وطبعا حتى الدوله كانت عملت حتى الجائزه بتاعه المبدع الصغير، فدي برضو بتساعد على ان ده الدوله نفسها عامله جايزه للاطفال وهكذا. فده بيخليه ان هو بدءا من صغره ان هو يتعلم يعني ايه معمل، يعني ايه بحث علمي، يعني ايه ازاي ان هو يفكر، يعني ان هو يعمل نموذج صغير حتى لو ممكن يكون في شكل لعبه وهكذا. بيبتدي بقى بعد كده اللي بيتفوق منهم يستمر في هذا الموضوع، اتعمل موضوع زي ما قلت لحضرتك كده اللي هي المدارس الستيم بتاعت المتفوقين اللي بتاخدهم في المرحله بقى الثانويه، تدي لهم ماده عمليه دسمه، يعني ما بيبقاش الاساس زي الثانوي العام كده ان هو تعليم فقط، لا ده تعليم مع تدريب مع جزء عملي، وبدعمه في اللغات والتواصل الرقمي وكده، بحيث ان انا اقدر ان انا اطلع منه نواه تنفع بعد كده ان هو يدخل في المرحله اللي قبليها. وحاليا الدوله حتى شغاله في انشاء جامعه الابتكار. نعم. ازاي ان هو هتديك المؤهل العالي المطلوب بس في نفس الوقت بصوره متطوره بحيث ان انت تناسب مثل هذا الفكر المتحرر القوي علميا يعني. تمام. طيب شايف مستقبل الابتكار ورياده الاعمال في مصر ازاي؟ كمان من المهم ان احنا نربط الصناعه بالبحث العلمي، دي نقطه برضو محتاج ان حضرتك تكلمني عنها، ووصلت لغايه فين في مصر؟ طبعا بالنسبه لموضوع ربط الصناعه بالبحث العلمي، فطبعا الدوله اقامت المكاتب اللي هي التايكو اللي هي مكاتب دعم الابتكار ونقل وتطبيق التكنولوجيا، فدي طبعا بتبقى مختصه بالجزئيه دي. ازاي ان انا بعمل مكتب التايكو ده بيبقى تابع لاكاديميه البحث العلمي، بيبقى مقام في الاماكن بتاعت التجمعات البحثيه والصناعيه، بيبقى دور ان هو بقى اللي يعني ايه، ما هو انا ممكن اكون في الجامعه مشغول في حالي والراجل في الصناعه مشغول في حاله، فهو دوره ان هو يبقى همزه الوصل دي، يجي يجمع المشاكل بتاعتك ويبعتها للجامعه ويجمع المنتجات اللي موجوده في الجامعه ويبعتها للصناعه بحيث ان هو يعمل تواصل. زائد طبعا ان الدوله برضو عملت بروتوكولات تعاون، يعني كان مؤسسات يعني وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كذا قامت بشراكات تعاون ما بينها وبين الهيئه العربيه للتصنيع عشان خاطر تاخد الافكار بتاعه الشباب وتستخدم امكانيات الهيئه العربيه للتصنيع في تصنيع مثل هذه المنتجات. زائد طبعا في المبادره اللي قامت بها برضو الاكاديميه البحث العلمي اللي هي مبادره ابل دي، وهي دي يعني اختصار لكلمه برنامج الشراكه بين الاوساط الاكاديميه والصناعه لتعزيز النمو الاقتصادي. فازاي برضو ان هي مخوله بذلك ان هي بتبحث عن المشاكل، زي مثلا ايه، ان احنا عايزين تعميق التصنيع المحلي، عايزين ان احنا نقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي كفاتوره بالعمله الصعبه وهكذا. فبتبتدي خلاص هي حددت التوبيك دي، هي الموضوع ده هو، تبتدي بقى تخاطب الشركات فرضا ان احنا عشان خاطر تعميق التصنيع المحلي فرضا عايزين نطور في الصناعات الاجهزه اللي هي المنزليه مثلا. نعم. فنبتدي ان احنا عملنا يعني الدوله تقوم عامله شراكه مع الشركات الكبرى في هذا المجال في مصر. طبعا حضرتك عارف ان السلع المعمره مصر الى حد ما متقدمه فيها وبتصدر لدول كثيره. يعني مش كمان بتعمل اكتفاء ذاتي من مثل هذه الاجهزه، لا ده كمان بتصدر منها. فازاي ان انا تعالى بقى ايه، طب انا عشان خاطر كلمه التنميه المستدامه يبقى انا ازاي بالشراكه دي في مبادره ابل ان انا ازاي ان انا اساعد ان التقي البحث العلمي مع الصناعه في ان انا اطور مثل هذه الصناعه بحيث ان هي زي ما قلت الحركه توفي الاحتياجات المستقبليه وليس الحاليه. عشان خاطر تمام. ما تندثرش. تمام. طيب نتكلم عن نقطه ثانيه وهي الاعلام ودوره في القاء الضوء على اهميه الابتكار والبحث العلمي ونماذج المضيئه والمشرفه في هذا المجال. يعني يمكن الاعلام بيركز اكتر على نجوم الفن والرياضه، محتاجين شويه انه يتجه نحو القاء الضوء على النماذج الناجحه في مجال البحث العلمي، يبقى فيه دايما
تكريم ليهم في عيد العلم، في المسابقات في جوائز مختلفة، إلقاء الضوء على قصص نجاحهم وغيرها. يعني بنشوف برا في القنوات الأجنبية ده بيحصل، بنشوف قنوات بالكامل مخصصة للعلوم والتكنولوجيا. هو طبعا زي ما حضرتك قلت كده، بس هو طبعا الإعلام بيبرز حاليا يعني وموجود من فترة النماذج الناجحة علميا برا مصر، زي طبعا أساتذتنا الكبار العلماء الكبار زي دكتور أحمد زويل، زي يعني كل النماذج المشرفة دي. فممكن حتى يرتبط بذهن الشباب اللي هم بيحبوا العلم وبيسعوا ليه، إن هو هيرتبط بذهنه إن النجاح العلمي والتفوق مرتبط بإن أنت تطلع للخارج. فحاليا طبعا موجود بعض النماذج الناجحة، طبعا مش بالصورة الكافية، ولكن حضرتك بتتكلم مثلا في عيد العلم، طب ما انا تم دعوتي لاخر احتفال بعيد العلم اللي اتعمل قبل الكورونا كان في 2019، انا والنماذج اللي هي كانت نجحت في الابتكارات بتاعتهم وخدت جوائز عالميه، فده برضو جزء من الحافز لينا. تسليط بقى الضوء من الاعلام ان هي تجيب النماذج دي وبتطلعها وتتكلم عنها ازاي ان هي قدرت ان هي تبتدي من الصفر وسط التحديات وتطلع المنتج، بحيث ان يبتدي يترسخ في الاذهان ان لا ده انت مش شرط ان انت عشان تنجح علميا وتطلع بالمشروع بتاعك وتحوله مثلا لمنتج تكنولوجي في السوق ان انت محتاج تبقى تطلع بره مصر. ولكن برضو هيبقى يعني برضو الاعلام يعني مظلوم في الحته دي شويه. ليه؟ لان هو برضو عايز نجاحات يقدر يعني يتكلم بتفاصيلها. فلو القصه صغيره هيبقى الموضوع صغير، لا هو عايز حاجه كبيره. فده واحده واحده لما تبتدي البرامج دي، لان احنا بنقول بنبتديين من 2014، فدي فتره بسيطه برضو مش كبيره، اللي احنا عانينا قبلها من مشاكل كتيره ما كانش من ضمنها الاولويات البحث العلمي. فالقصه ايه؟ ان احنا واحده واحده لما تبتدي فعلا يبقى في نماذج وقفت على رجليها في السوق وابتدوا فعلا هم دول كانوا اساسهم بشباب ليهم افكار علميه قويه وطلعت منتجات وبقت ناجحه، مؤتمرات بقى الشباب اللي بيعملها سياده الريس هتقدر ان هي تبرز مثل هذه النماذج، فالاعلام لوحده هيسعى ليها. يعني زي كده لما شفنا قصه نجاح سويفل ازاي ان رئيس الوزراء نفسه استقبلهم وتناقش معاهم وهكذا، ازاي ان احنا بقى عندنا الشركه كانت طبعا في الاصل مصريه تحولت لشركه يونيكورن. فبتبقى النماذج دي لما تكبر بهذا الكلام هتلاقي اكثر من اله علميه طبعا اله اعلاميه بتسلط الضوء عليها بالتاكيد، فهي تطلع بس وان شاء الله يتسلط الضوء عليها. بشكرك الدكتور محمود جلال المبتكر المصري. ونروح لفاصل معلوماتي نتعرف من خلاله على اشهر قراصنه المعلومات في العالم. التحول الرقمي هو شعار المرحلة مش بس في مصر، في العالم كله، خصوصا بعد جائحة كورونا واضطرار كثير من المواطنين ان هم يبقوا في المنازل، وبالتالي تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، تسهيل عمليات كثيرة جدا مرتبطة بالتحول الرقمي، تسجيل بيانات، إجراء عمليات دفع، شراء، تسوق، غيره من سداد فواتير حكومية وغيره
من العمليات اللي بتتم عن طريق التحول الرقمي اللي بيوفر الحقيقة الوقت والجهد والتكلفة أيضا في ظل التطور الهائل والمذهل في الأنظمة الذكية وفي الآلات والأجهزة الحديثة. هنتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو المهندس محمد عبد الله، رائد أعمال وأيضا خبير للتحول الرقمي. بالتأكيد التحول الرقمي في مصر بقى يعني بينمو بشكل كبير جدا، الناس ابتدت انها تدخل في مرحله التحول الرقمي خصوصا بعد موضوع كورونا، مضطرين يعني طبعا لان هم عايزين يخلصوا حاجات كتير جدا من امور حياتهم، وبالتالي ابتدوا يتعلموا ازاي ان هم يدفعوا الكترونيا، ازاي يتسوقوا الكترونيا، بقت كل حاجه الحقيقه داخله في حياتنا من خلال التحول الرقمي. كلمني بقى حضرتك عن هذا المفهوم وخطواته في مصر حتى الان. طيب اولا يعني اهلا بحضرتك وشكرا للاستضافه. خلينا الاول نتكلم فكره التحول الرقمي. الناس متخيله التحول الرقمي جاست ان انا اجيب تكنولوجي او ان انا اجيب سيرفرات وكلاود والكلام ده وابلكيشنز وهو ده التحول الرقمي. لا، التحول الرقمي بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه او اول عنصر اساسي هو الناس، البيبل اكسبيرينس. انت في التحول الرقمي انت بتغير خبره العميل او خبره المواطن، بدل ما هو كان بيروح يعمل الحاجه مانوال، بيروح مثلا عشان يحجز مثلا او يروح يدفع الضرايب، فكان بيروح المحاسب او هو بيروح يقف في مصلحه الضرايب، يقف طابور طويل ويبدا يتعامل مع الموظفين والكلام ده كله. فلا، هو الاكسبيرينس بتاعته اختلفت. بقى دلوقتي بيخش اونلاين يقدم الاقرار الضريبي ويبدا يدفع الضرايب برضه اونلاين مش كاش. مفيش ادراج خلفيه، فدي احد المميزات اللي هنتكلم عليها في المواضيع دي. بتبدا تعمل كنترول على كل البروسس اللي بتتم. فاول حاجه بنتكلم فيها في التحول الرقمي هي خبره العميل المواطن، زي ما حضرتك ذكرت انه بدا يتغير. تمام. فاكتر حاجه بنركز عليها في التحول الرقمي البيبل او الناس. تاني حاجه في التحول الرقمي هي الاجراء، البروسيس. انا ممكن اجيب تكنولوجي قويه جدا وهاي تك واعلى حاجه وكل ده، في الاخر بنركنها. ليه؟ لان لو انت جيت قلت للمواطن انا عامل لك احسن تكنولوجي واحسن حاجه، بس لما تيجي تستخدم الخدمه هيطلع عينك. حرفيا البروسيس الاجراء، ان دلوقتي روح اعمل كذا ووافق كذا وموافقات كذا. فانت هنا البروسيس نفسها لو ما هياش فليكسبل وسهله، الاجراء نفسه، فطبيعي هيرجع مانوال تاني. وكتير قوي من يعني لو نسمع نشتري تكنولوجيز وتتركب، ليه؟ عايز ارجع مانوال. ليه؟ لان الاجراء نفسه بقى ممل. طيب، فاحنا قلنا كده بيبل، بروسيس الاجراء نفسه، والتكنولوجي في الاخر. في الاخر هي التكنولوجي انبلر او ممكن لرؤيه المؤسسه. يعني سي لو هنتكلم عن الحكومه الالكترونيه او الحكومه الرقميه، في الاخر الدوله ليها رؤيه. الرؤيه دي بنركز من خلال الرؤية دي على تغيير ثقافة الناس، تحسين الإجراءات، ونجيب تكنولوجي تتوافق مع الرؤية بتاعتنا. ده بشكل مبسط فكرة التحول الرقمي. ان احنا بنتحول، فالتحول مش مجرد تكنولوجي، لا، بيبل، بروسيس، وتكنولوجي. وطبعا داخل في التكنولوجي البنية التحتية، يعني طبعًا لازم يبقى في طبعا شبكة انترنت قوية علشان العملية البروسيس تتم بشكل جيد. بالزبط. ويبقى تحقق اهدافها، التحول الرقمي يحقق اهدافه من حيث خفض بالزبط الوقت والتكلفه والجهد. بالظبط، لان الانفراستراكشر هي ممكن اساسي. في الاخر زي ما نقول كده القطر هي القضيب بتاع القطر اصلا. فلو ما فيش انفراستراكشر قويه تبني عليها الابلكيشنز بقى اللي رايحه واللي جايه والداتا اللي رايحه واللي جايه دي، فانت كده عندك مشكله كبيره جدا. حته الانفراستراكشر طبعا من ضمن الانبلرز المهمه جدا، وهي بيلر مهم او عنصر مهم جدا في عمليه التحول الرقمي طبعا. الحقيقه ان احنا شفنا خطوات في اتجاه الحكومه نحو التحول الرقمي في مصر، شفنا دلوقتي بوابه مصر الرقميه كمان بقيت تقدر من خلالها ان انت تستخرج كل البيانات الخاصه بيك، الرخصه، البطاقه، شهاده الميلاد وغيره، غير طبعا الخطوات الكتيرة اللي الدولة بدأت تعملها. لكن مفهوم أو ثقافة التحول الرقمي في مصر شايفها وصلت لغاية فين؟ إيه اللي بينقص هذه الثقافة علشان تبقى فعلا مكاملة ومتكاملة ويستفيد منها المواطن؟ طيب، خليني أقول حاجة بيزد على اكسبيرينس. أنا أوريدي شغال مع الحكومة المصرية في الجزء بتاع بيلدينج الكابابيلتيز أو
تغيير الثقافة مع وحدات التحول الرقمي في الحكومة. وشايف ان فعلا احنا بدأنا خطوة. الخطوة ديت محتاجة تتعزز بخطوات. طبيعي جدا، لان خد بالك برضو الحكومة المصرية او الدولاب الحكومي المصري حاجة مش صغيرة. في تحديات كبيرة جدا جدا جدا. فعشان تاخد عملية التحول الرقمي لنقطة كويسة، لا، في قدام صنع القرار تحديات كتير جدا جدا جدا. منها طبعا زي ما حضرتك قلت ثقافة الموظفين نفسه، ان هو ازاي تقول له يشتغل بشكل مختلف، ده في حد ذاته تحدي كبير جدا. حاجة تانية برضو في حتة البروسيس والاجراء والقوانين. انت ستيل عندك قوانين قديمة، لسه ما تعرفش فكرة الديجيتال، ما تعرفش فكرة الاونلاين، لسه. فانت هنا عندك تحدي تاني في القوانين والتشريعات. في عبد الحق تحدي تاني برضو في هندسة الإجراءات، العمليات اللي بتتم أصلا. فكل دي تحديات. والتحدي الأكبر بقى بصراحة الاستراتيجي، إنك تحط استراتيجية مبنية على أسسمنت أو تقييم حقيقي للوضع. تمام. مش مجرد إن أنا أجيب التكنولوجي وأجيب الحاجات وحطها وأقفها وأشتغل، لا، الفكرة هنا لازم تبني استراتيجي. ودي الحمد لله أنا عندي experience في الحاجات دي، اشتغلت في مصر وفي السعودية وفي أكتر من دولة، وساهمت في مشاريع التحول الرقمي في أكتر من جهة. وفعلا لما بتبني استراتيجي أو استراتيجية بناء على خبرة عملية وتقييم حقيقي للموقف، بتبقى استراتيجية ناجحة. لكن أرجو يعني أنا شايف ده، وفي خطوات كويسة طبعا، وناقصها شوية حاجات، قدامهم تحديات فعلا، وكان الله في عونهم بصراحة يعني متخذ القرار يعني. طيب أهمية إدارة الخدمات الرقمية. من المهم جدا يبقى في إدارة ناجحة لهذه الخدمات. صحيح. بحيث أنه المواطن يستفيد منها، ما يحسش أن في مشكلة، وبالتالي يغير ثقافة التحول الرقمي ويذهب إلى الطريق التقليدي أو يبتعد تماما عن هذا الموضوع، وبالتالي دي هتكون يعني يمكن دعاية سيئة بقى للتحول الرقمي. القائمين على هذه الخدمات وعلى هذه الإدارة، طيب خلينا الأول ندفاين يعني خدمة أصلا. فكرة خدمة في الأساس، أي كانت الخدمة، في الآخر أنت بتساعد العميل بتاعك أنك تخلق له قيمة. الخدمة مش مجرد أن أنا يوزر تكنولوجي أو الابليكيشن، برضو دي نقطة مهمة جدا على الناس القائمين على الخدمات الإلكترونية. نعم. كلمة خدمة أن أنا أديله الفاليو أو القيمة اللي هو مستنيها مني. هو مش هيفرق مع العميل انت اديتهالي من خلال موبايل ابلكيشن، خلال الويب، حتى لو اديتهالي مانوال، بس انا في الاخر عايز قيمه، فاليو حققها لي. فلو احنا ركزنا على الفاليو دي، هي دي فكره الخدمه، ان انت تديله الفاليو اللي هو عايزه، او تساعده في تحقيق الفاليو، القيمه اللي هو عايزها العميل بتاعك، وما توجعش دماغه بالايه؟ بالكوست والراسك بتاعك اللي هو مشاكلك انت الداخليه. لان خد بالك ده هو اللي هياثر على فكره الفيدباك. يعني شوف برضو في دول خارجية الفيدباك بتاع المواطن هو الأساس في تقييم المؤسسة والمنظومة. ليه؟ لأن هما بيركزوا فعلا على القيمة، وهي دي فكرة الخدمة. فإحنا لما نيجي نقول خدمات إلكترونية، فإحنا المفروض بنساعد في تحقيق قيمة للعميل إلكترونيا ديجيتالي. تمام؟ طيب طريقة إدارة الخدمات الديجيتال دي which is my expertise، يعني أنا حتى مصنف أو certified في إدارة الخدمات الرقمية، وكنت أحد مدير الخدمات في أحد البنوك المصرية الكبيرة. فكرة إدارة الخدمات دلوقتي بقى ليها أربع dimensions عشان تدير أي خدمة. تاني هم أول حاجة الorganization والpeople. برضو أي خدمة في الآخر لازم تعرف وتبقى عامل structure ليك كمقدم الخدمة، وكل واحد عندك في المنظومة، حتى في الإعلام، أنت نفسك في الإعلام بتقدم خدمة. طيب أول حاجة عشان أقدم خدمة صح، أول dimension الorganization والpeople. نعم. كل واحد عارف دوره ايه، الناس well educated، عندها awareness، الكالتشر بتاعت الorganization، ودي مهمة جدا. ده اول dimension. تاني حاجة، شوف احنا لسه كلفش تكنولوجي، تاني حاجة الانفورميشن and technology. الانفورميشن دلوقتي بقت هي البترول الجديد، فانت هنا خدمة، فالخدمة دي بيمشي جواها ايه؟ information data، صح؟ طبعا. طيب فانت لازم تدرس الداتا الاول كويس جدا، وتعرف الداتا، مش عايز اتكلم حاجات ساينتفك قوي، بس تعرف نوع الداتا دي ايه، تحميها ازاي، مين من حاول اكسس ايه، الكلام ده كله مهم جدا قبل حتى التكنولوجي. تامين المعلومات ده جزء منها طبعا. حاجه كمان، طب انا عرفت الداتا والانفورميشن دي، انا عايز بقى تكنولوجي تعمل بروسيسنج للداتا دي.
شفت بقى؟ يبقى ده الدايمنشن الثاني، الانفورميشن اند تكنولوجي. طيب الدايمنشن الثالث السبلايرز والبارتنرز. انا دلوقتي لما باجي اقدم خدمه كجهه حكوميه لازم من تعاون من شركاء وموردين بيساعدوني، وانا يجي بقى دور القطاع الخاص. تمام؟ ان انا كجهه حكوميه مش انا اللي هديفلوب كل حاجه وهبني كل حاجه، طبيعي بيبقى ورايا جهات او ورايا شركات بتساعدني، فلازم اظبط العلاقه بينهم واضمن ان الشركات دي بتحقق الفاليو اللي انا عايز احققها للعميل بتاعي اللي هو المواطن. تمام. اخر عنصر او اخر دايمنشن من الاربعه دايمنشن بتوع السيرفيس وازاي ندير خدماتنا، حاجه اسمها الفاليو ستريمز والبروسيسز، الاجراءات برضو، ونشوف كل اجراء وكل خطوه بنعملها والمواطن بيروح يمشيها والموظف بينفذها لازم تبقى مربوطه بقيمه. انت بتعمل الخطوه دي ليه؟ بالظبط. طيب سريعا عشان الوقت، بما اننا اتكلمنا عن التحول الرقمي نتكلم عن مصطلح اخر وهو الحكومه الالكترونيه. تمام. عايزين نفهم يعني ايه المصطلح ده، الى اي مدى تحقق حتى الان في مصر؟ بص، هو الحكومه الالكترونيه ده هو المصطلح القديم شويه. دلوقتي بقت الحكومه الرقميه اكتر شويه واوسع شمولا. تمام. تمام. فكره الحكومه الالكترونيه زي ما قلنا في الاخر كل حاجه انا هاخدها الكتروني ديجيتال. انا دلوقتي عايز ادفع، فكان الدفع ايه؟ كاش، باخد الفلوس ادفع. لا بقى ديجيتال. ديجيتال يعني ايه ديجيتس؟ خلاص انت بتخش تحط كريدت كارد اونلاين تك جاتلك. تمام. فانت هنا ديجيتالي بتعمل كل السيرفيسز ديجيتالي، بتقدم الاقرار الضريبي. زي بصراحه مصلحه الضرايب عامله يعني حاجه كويسه جدا، احنا لسه انا لسه الاقرار الضريبي بتاع شركتنا لسه عاملينه بالديجيتال، ولا حد راح ولا معنا. طبعا ادي الرقم. طيب شايف اخيرا باشمهندس مستقبل التحول الرقمي في مصر وازاي بيصب في الاقتصاد في قطاعات مختلفه للدوله؟ طب من احد مميزات التحول الرقمي، ودي حتى من خلال خبرتي في البانكينج سيكتور، هو بيكبر حجم الترانزاكشن. يعني انت لو بتعمل حاجه مانوال ديجيتالي انت ما عندكش ليميتس. لو انت مثلا بتعمل بتقدم خدمه للناس في مكان فيزيكال ليك ليميت بالمكان بعدد الموظفين اللي بيبقوا واقفين والشبابيك، لكن لو انت بتقدم نفس الخدمه ديجيتالي مالكش ليميت، فانت هنا بتكبر حجم الترانزاكشن. تمام. فنفس الكلام في مدفوعات الضرايب، انا هاخدها مثال ليه؟ لان دي حاجه واضحه وارقامها واضحه. شوف احنا كنا بنحصل ضرايب قد ايه، بعد ما حولت رقمين حصلنا ضرايب قد ايه. بالظبط. بشكرك جدا المهندس محمد عبد العال عبد الله، رائد الاعمال وخبير التحول الرقمي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه من تكنو نايل، بشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء.